تنميه تاع التقليل ومنتقالي بفهمه البسيط ما غاديش نطلعوا لانه يكون فعلا متفهم جميع مقتضيات العلم النفع العام وشهيه العقوبه وين غادي يخدم وكيفاش. تم تجسيد عقوبه العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس المحكوم بها. هذا وبالإضافة إلى المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أبريل 2009 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. نقدروا نفذوا لأن علاش إذا كان خضاه المحامي الأستاذ بالنسبة للموكل تاعو وتقدم به كطلب حتى لا سيما فيما يخص قضية الاستعانة المباشرة كنت في المداولة باش يعرف تحضر السؤال يجي المتهم مش امامه. في اطار فعاليات اليوم الدراسي لمجلس قضاء غليزان حول تفعيل عقوبة العمل للنفع العام، تم ادراج مداخلة بعنوان دور قاضي النيابة في تنفيذ عقوبة النفع العام، وتم تسليط الضوء على قانون الإجراءات الجزائية لا سيما ما تعلق بصحيفة السوابق القضائية. 2 ديسمبر 2024 تنظيم يوم دراسي بشأن عقوبة النفع العام كإجراء بديل، وكان ذلك بحضور السادة القضاة والسادة مدراء مؤسسات العقابية وكذلك رؤساء الجمعيات والكشافة الإسلامية وحتى طلبة القضاة الموجودين على مجلس قضاء مستوى مجلس قضاء غليزان. هذا اليوم شهد 4 مداخلات تتعلق كلها بكيفية تنفيذ عقوبة النفع العام والتعريف بها وبالقوانين التي أتت بهذا الإجراء كإجراء بديل، أين يخير المتهم ولو كان مسبوقا قضائيا. عن طريق المشاركة بمداخلة تحت عنوان تدابير البديلة لعقوبة سلبة للحرية، وتم من خلالها معالجة مختلف مظاهر يعني بدائل العقوبة في الدول الأوروبية باعتبارها ضمن التشريعات المقارنة، وتم بالخصوص معالجة فكرة عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بديلة للعقوبة السلبة للحرية.